يعني كلمنا عن المشاهد بتاعت الفيلم. دايما لما بيكون في ممثل شارك في عمل ما بيبقى عنده من وجهة نظره كده في زي ما بيقولوا ماستر سين، او في مثلا مشهد كان صعب عليه شوية محتاج ان هو يحضر له اكتر. ايه اكتر المشاهد اللي انت شايفها كانت صعبة هو عليك في اول حاجه الفيلم؟ كانت صعبه في الفيلم ان الفيلم ما فيهوش كلام كتير، يعني معظم المشاهد كانت تعبير بالوش بس، فالموضوع ده كان صعب. طبعا ده اصعب وطبعا بكتير من اصعب الكلام. مشهد اللي هو بتاع اليوم ال 14، اللي هو انا ماشي في الشارع انا شايف الناس بتقع حواليا، انا نفسي انا اصلا ما بعرفش اقعد في البيت فانا بنزل، بس انا نفسي انا خفت من الفيلم. الناس كتير برضو دخلت قالت لي احنا خوفنا، ايوه انا كنت ماشي في الشارع. طبعا الممثل اكتر واحد بيحس الحته دي، وهو هو اللي فيها فاهمه. صح. انا ماشي لقيت الناس بتقع حواليا، فانا تخيلت الموضوع بجد وانا ماشي. لا الموضوع صعب وممكن يحصل، ده يعني جايز احتمال كبير كمان. طب مهند، ازاي اخرجت هذا المشهد اللي هو فيه البطل في اليوم ال 14 شاف الناس وقعت، وده مشهد يخلي الناس تخاف، وفي نفس الوقت انت من الرسائل الاساسيه في الفيلم ان انت مش عايز الناس تخاف، عايز يبقى عندها وعي بدون خوف. يعني يمكن في ناس اترعبت لما شافت فيلم كونتيجن اللي هو تقريبا كان انتاج 11 2011، واتخضوا من انه احداث الفيلم متطابقه جدا للي بالظبط. بيحصل دلوقتي. فده يمكن مش يعني يمكن ده يكون من السلبيات البرمجه اللي بتعملها الدراما او السينما في عقول البشر، ان هي بتربي جواهم هذا الخوف. فانت تناولت ده ازاي، وخصوصا انك حاطط مشهد اعتقد انه فيه خوف او هيربي خوف عند المشاهد؟ هو مش خوف اللي هو للدرجه اللي هي البني ادم يعني يقلق، لان انا في الاخر عامل الهدف بتاع الفيلم ان كده كده الفيروس ده هينتهي، دي حاجه يعني. بس انا بقول للمشاهد ايه، انت دلوقتي لو ما التزمتش بالتعليمات اللي هي اللي انت تقعد في بيتك، او اللي انت تهتم بالنظافه بتاعت النظافه الشخصيه، كل الكلام ده هيؤدي في يوم اللي انت ممكن تشوف منظر زي ده. فالهو انا بنشر بخوفه وفي نفس الوقت بديله الامل ان ده حاجه عليك انت. فاللي هو يعني الفيلم ده كان ان ممكن الحل في ايديك الحل في بالالتزام. ايديك، ده ان الهدف هو بتاع يقلب الفيلم. الشخصيه الايجابيه اللي هي انا في الفيلم ان حتى الشخصيه دي لو قلدتها انت هتطلع يعني بقلل الاضرار.